سنجد موضوعا جديدا وهو البحث عن مواضيع أكاديمية أو الباحث العلمي، والاستخدام البحث العلمي من المزيد والمزيد أيضا، ثم اختيار الباحث العلمي أو جوجل سكولر. مما يتميز به الباحث العلمي شريطة أن أكون مسجل الدخول على موقع الرئيسي لشركة جوجل بحسابي الخاص باستخدام الجيميل، أنه يبحث في آخر المستجدات في أحد موضوعات العلم، وليكن التعلم النقال، ثم بالنقر على سيرش أجد العديد من الموضوعات حول هذا الموضوع، ثم يصنفها على حسب إصدار أو نشر هذه الأبحاث الأكاديمية، وليكن 2015 أجد موضوعين، 2014 العديد من الموضوعات. من الممكن أن أنشئ تنبيه حول أحد هذه الموضوعات التي أبحث عنها باستخدام الباحث العلمي، إنشاء تنبيه أو إنشاء إشعار سيخبرني على البريد الإلكتروني الذي أكتبه وموضوع البحث الذي أبحث عنه، ثم أنقر على إنشاء التنبيه أو كتابة أي بريد إلكتروني آخر، ثم نقر على إنشاء تنبيه. سألاحظ لو فتحت هنا للتأكد أني لست روبوت، ثم وفتحت البريد الذي سجلت عليه إشعارات التنبيه، سأجد أنه قد أرسل لي العديد من إشعارات التنبيه.